كلنا عالقين جوه حاجة معينة، وتحديدا ممكن نبقى عالقين جوه نفسنا. أنا اسمي سماح حمدي، عندي 36 سنة، فنانة بصرية. دراستي الأساسية هي المسرح، وبشتغل نوع من الفنون البصرية اللي هو تحديدا البرفورمانس ارت او فن الاداء الحي. بالتوازي بشتغل في الديكور، انا انتيريور ديزاينر. الحدث بتاع قفص السيده عائشه هو بينتمي لنوع من الفنون البصريه المعاصره اللي هي بتمزج ما بين المسرح بشكل حديث شويه وما بين الفنون البصريه. هو كان نتيجه مشاعر كتير متراكمه وخبرات كتير تراكمت فوق بعض، اولهم وبشكل مباشر هو اهتمامي العميق جدا بموضوع الحيوانات. سوق الجمعه بتاع السيده عائشه او سوق الحيوانات اللي بيحصل هناك كل جمعه ده بالنسبه لي شيء مؤذي جدا. يعني دي مشاهد بنشوفها على طول هناك، ان في كلب بيبي مشنوق وميت في الارض، ان في قطه صغيره العيال بيحذفوها كانها كوره لبعض. هم مش مدركين، ما تعلمناش انه ده روح وبتتألم واللي خلقهم خلقنا. أنا نفسي لما رحت في مرة هناك وكنت تحت ضغط نفسي معين، كنت حاسة إن أنا بعيش نفس التجربة اللي الحيوانات دي بتعيشها. أنا طبعاً لما رحت هناك ما كانش فيه تنسيق لأي حاجة أو لأي نوع تفاعل مع الناس، كانت الكاميرات كلها مخفية. أولاً الأطفال وهم المفاجأة الحقيقية بالنسبة لي، الأطفال حقيقي عندهم اتساع أفق أكبر بكتير من الكبار، لأن هم لسه ما تأيدوش في التقاليد ولسه ما تسستموش بنظام تعليمي معين، لدرجة هم اللي عايزين يفتحوا ويدخلوا معايا، هم اللي عايزين يتصوروا. أغرب تعليق سمعته من راجل لما أطفال كانت بتجيب لي المية والبسكوت، فهو ضحك كده ضحكة غريبة جدا وقال لهم أنا أول مرة أشوف أسيرة بتجيب لها بسكوت. بالنسبة للستات كان ظهورهم في الصورة أصلا أقل، في ست كانت بتستغرب أصلا التجمهر، كانت تقول لهم أنتوا متجمعين كده ليه، دي مش قرد بتأكلوه، دي بني آدمة زيكم. الشق الثالث بقى كان البياعين نفسهم، هم في الأول كانوا عادي لحد ما ابتدى الموضوع يحسوا إن هم إيه ده ما بيبيعوش، إن الناس مش شايفة بتاعتهم. كانوا بيقولوا هم للناس المتجمهرين إنه اتحركوا بقى شوية عايزين نشوف أكل عيشنا. لحد ما شخص بلغ النجدة قال لهم ان في بنت بتتباع في سوق الجمعة، وهنا النجدة جت فورا. وبالنسبة لي لو هنتكلم عن ردود الافعال، بالنسبة لي على فكرة ده كان اكتر شخص ايجابي، كون ان شخص اخذ موقف. اعتقد ان اللي بياخد رد فعل هو شايف انه انقذ حد او ان هو عمل حاجة ايجابية، ده بيديله نوع من الشعور بالرضا عن النفس، وبالتالي ممكن هو يترجم ده لكل المشاهد بقى اللي كنا بنتكلم عليها بعد كده، ان هو لما يشوف حيوان في قفص يقول لا وسع القفص شويه، ان هو لما يشوف واحده بيتحرسوا بيها يحس ان انا هنا لازم اتدخل، وهكذا. ده ممكن ينطبق على حاجات كتير. لما جينا عرضنا الموضوع في الاوبرا انا قعدت اسمع الناس بتقول ايه. ستات تقول لك انا حسيت ان انا مش حره جوه جسمي، والكود اللي مكتوب على التيشيرت ده محسسني ان هي سجينه المجتمع رقم كذا، والتقي مش عارف. ده اغلب تفسيرات الستات. تفسيرات الرجاله كانوا طبعا اغلبهم كانوا يبصوا على الجراه، كانوا بيبصوا على رد فعل الناس، وانتهى الحدث. ليه انا بروح للنوع ده من المشاهد اللي الناس بتحس ان هو اكستريم شويه او مبالغ فيه شويه؟ والحقيقه لكذا سبب. اولا انا مشاكلي واغلب مشاكلي ليها علاقه بالمحيطين، ليها علاقه بالشارع، ليها علاقه بمجتمع، ليها علاقه باسره، ليها علاقه بشغل. فبالتالي عشان اعبر عن المشاكل دي يبقى انا هروح لمكانها. الحاجه الثانيه في السياقات الاجتماعيه او في الاحداث، انت لما بتحط حاجه بره السياق بتاعها انت هنا بتجبر الناس ان هي تقف لحظه وتتساءل. حاسه انه محتاجه كل واحد يشوف ايه القفص اللي هو عالق جواه، لانه مفيش قفص في الحياه ما تقدرش تخرج منه. كلنا ممكن نكسر القوالب او الاقفاص اللي احنا عايشين فيها.